نروح بقى لقائمة النادي الأهلي لمباراة النهاردة واللي ضمت كل من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بنون، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق وكريم فؤاد، لويس ميكسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، وأخيرا وليس آخرا عمار حمدي.